هذا السائل يقول: هل يجوز أن أحرم ابني من الميراث لأنه مخالف لي في كل شيء ولا يسمع كلامي وعاق لأمه؟ في الشريعة الإسلامية ليس عندنا شيء اسمه أحرمك من الميراث، هذا لا يمكن، لأن الميراث تقسيمه من الله ليس من الإنسان، فلا يملك أحد أن يوصي مثلا لا تعطونا، لا تعطوا فلانة أو لا تعطوا فلان، لا يملكه الإنسان. لكن أثناء الحياة وأنت في وعيك وفي صحتك، ليس في مرض الموت، مرض الموت هو المرض المخوف الذي يموت فيه خلال سنة، إذا أردت أن تعطي من كان له زيادة في بر فلك ذلك، فتتصرف في مالك في حياتك، ولكن لتعلم بأن المال هذا أصبح لأولادك بهبتك لهم. أما بعد الموت فلا يحق لك أو لا تستطيع أنك تقوم بحرمان أحد على حساب أحد. نأخذ الفاصل ثم نعود مرة أخرى للإجابة على ما تبقى من الأسئلة إن شاء الله.